أول شيء أبو جود، نحب نشكر معالي المستشار على ما يقدمه، ليس فقط في هيئة الترفيه لكن حتى في إبراز هذه المنافسة. منذ أول يوم تم إعلان أنه إقامة مسابقة كأس موسم الرياض، الكل يتذكر تقريبا قبل أشهر ومشاركة أندية الهلال والنصر في هذه، كان هناك حماس. من ثم تغريدة الأسبوع الماضي أنه مباراة ليست ودية بل مباراة رسمية، فارتفع الحماس بشكل أكبر بين متابعين ومحبي الفريقين. بكل تأكيد بوجود مباراة مهمة جدا للفريقين، ستسجل في تاريخ الرياضة. أي نعم، مثل ما قال معالي المستشار أن ليست هي بطولة رسمية في واقعها، لكن عند الجماهير وعند متتبعي الرياضة سيذكر التاريخ، أول بطولة أقيمت على ملعب كيندوم أرينا، ملعب نادي الهلال، من أول لاعب سجل. بكل تأكيد أي مباراة بين الهلال والنصر في أي منافسة في أي بطولة حتكون محض اهتمام الجميع، فما بالك في بطولة جديدة، بطولة مستحدثة في ملعب يعتبر هو الأجدد والأبرز ممكن على مستوى العالم. مباراة منتظرة، نجوم الفريقين في الغد، ما يزيد حماس هذه المباراة. ويعني الحديث اللي تحدث به معالي المستشار على الأمر اللي دار بين جيسوس مدرب الهلال واللاعب الأسطوري كريستيانو في المنصة، بكل تأكيد المباراة منتظرة، جماهير سواء في المملكة أو يعني على مستوى العالم بانتظار متابعة واحد من أقوى الديربيات أصلا على مستوى العالم. بوجود لا ليس مبالغة، الهلال والنصر في هذه الأيام أصبح الديربي على مستوى العالم بكل تأكيد. فإن شاء الله بإذن الله تعالى نجوم الفريقين يكونوا في الموعد ويقدموا الأداء اللي يستمتع به الجميع، وتكون على مستوى الحدث وعلى مستوى هذه المنافسة الكبيرة. وبإذن الله بوجود بإذن الله يعني احنا مقبلين على مباراة يعني ستخلد في التاريخ، وأتوقع مثل ما قال أبو عبد الله أن المباراة فيها فائز في مباراة الغد، لن تنتهي تعادل. طيب مباراة الهلال والنصر تعودنا عليها أنه لابد فيها فائز.